لهذا النداء دلالته الخاصة في كسمايو. هؤلاء المقاتلون لا يذهبون إلى ساحات المعارك كما هي عادتهم دوما، وإنما إلى تقاطعات مدينة كسمايو الرئيسة وشوارعها لتنبيه الناس للذهاب إلى المساجد. الشوارع خلت من مارتها والمحلات التجارية أغلقت أبوابها، لا لأن حربا دارت هنا ولا لأن خطرا ما يحيط بسكان المدينة، لكنها الصلاة. أفراد الجيش يعملون لتنفيذ قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نجحنا سابقا في محاربة الشركيات، ونسعى اليوم إلى التركيز على الأمر بالمعروف وفي مقدمتها الصلاة. من تكاسل عن الصلاة ولم يؤدها في وقتها في المساجد فعقابه حبس 24 ساعة وجلده 15 جلدة أمام حشد من الناس. وفي خطوة أخرى لأسلمة النظام وعادات السكان، قررت إدارة كسمايو الإسلامية فرض الحجاب على كل النساء، وشددت العقوبات على مخالفة الأوامر. حتى لا تكون الأمور كلها أوامر وعقوبات، تعقد إدارة المدينة محاضرات عامة للسكان إلى جانب برامج دينية تبث عبر إذاعة الأندلس التي أنشأتها الإدارة لتكون جسرا بينها وبين المواطنين. تغيرت أشياء كثيرة، إغلاق المحلات التجارية ووقف كل الأعمال الدنيوية أثناء الصلاة ضاعف من أعداد المصلين، والحمد لله إنها خطوة جيدة من قبل المحاكم الإسلامية. خطوات جريئة وجادة في آن واحد تتخذها إدارة كسمايو الإسلامية التي تقول إن التزامها بهذه الشعائر الدينية يوطد من حكمها. مسؤول النظام الإسلامي في كسمايو لا يخفون أن الرياح عالم اليوم تأتي دوما بما لا تشتهي سفن التغيير التي يقودونها، لكن الصبر ساعة أمام طغاة العالم كما يسمون خير من رفع راية البيضاء. جامع نور، الجزيرة، كسمايو.